كورونا يلغي حفلات الميلاد في السويد. أطفال المهاجرين أكثر عرضة للفصل عن أهاليهم. شكراً لأنك تقدم معلومات صحيحة في طلبك، مع أن نتأكد من أن المعلومات صحيحة. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. بابكر أبو كاس، إس إم أبلر، كنافة البدر. أهلاً بكم إلى نشرة أخبار الكومبس، معكم على يعقوب. عشية عيد الميلاد، السويد تفرض قيوداً جديدة لمواجهة الانتشار المتزايد لعدوى كورونا. رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون أعلنت اليوم إجراءات تشمل العمل من المنزل لكل من يستطيع ذلك، والسماح فقط للزبائن الجالسين في المطاعم والمقاهي والحانات مع الحفاظ على المسافة بين الطاولات. وهذا يعني عملياً إلغاء الحفلات يوم عيد الميلاد أو ليلة رأس السنة الجديدة. القيود شملت أيضاً تحديد عدد زوار المراكز التجارية والترفيهية وفرض شرط إظهار شهادة التطعيم في كل تجمع يزيد على 500 شخص. أندرسون قالت إن العدوى في السويد تنتشر بسرعة، كما يزيد العبء على الرعاية الصحية. رئيسة الوزراء خاطبت الشعب بالقول: أفهم أنكم تعبتم من القيود، لكن علينا أن نتحمل مسؤولية مشتركة وأن نتكيف مع الواقع الجديد. أندرسون دعت الناس إلى التطعيم وقالت: إذا لم تحصل على اللقاح حتى الآن احصل عليه فورا، وإذا أخذت جرعتين فاحجز موعدا للجرعة الثالثة. أطفال المهاجرين أكثر عرضة لخطر الانفصال عن أهاليهم في السويد. إحصاءات إدارة الرعاية الاجتماعية لصالح راديو السويد أظهرت أن احتمال تولي الخدمات الاجتماعية السوسيال الرعاية القصرية لأطفال المولودين في الخارج يبلغ الضعف مقارنة بأقرانهم ذوي الأصول المحلية. أرقام العام 2019 بيّنت أن عدد الأطفال الذين سحبهم السوسيال من أسرهم وتولى رعايتهم قصرياً بلغ 7909 أطفال، بينهم 4800 من أصول سويدية، أي أكثر من النصف. غير أنه بالنظر إلى نسبة المهاجرين عموماً في السويد، فإن خطر تعرض أطفالهم للرعاية القصرية هو أكثر بالضعف مقارنة بذوي الأصول المحلية. أستاذة العمل الاجتماعي في جامعة كارلستاد بريتا بيرسدوتر قالت إن ذلك يرجع جزئياً إلى أن الإجراءات الطوعية للسوسيال لا تصل بالقدر نفسه إلى الأشخاص المولودين في الخارج. وكانت دراسة قدمها أمين المظالم المعني بقضايا التمييز كشفت عن وجود أوجه قصور خطيرة في عمل الخدمات الاجتماعية السوسيال مع الأطفال والمراهقين، مع وجود خطر للتمييز بينهم حسب الجنس والخلفية الاجتماعية. سويديون يتوفون دون أن يدري بهم أحد. أكثر من 400 شخص توفوا في منازلهم بين العامين 2018 و2020 دون أن يعرف أحد بوفاتهم لمدة شهر على الأقل، بينهم 10 أشخاص اكتشفت وفاتهم بعد أكثر من عام. مسح أجراه إزفيتي أظهر أن أكثر من 100 شخص عثر عليهم بعد 3 أشهر على الأقل من وفاتهم. في تشرين الثاني نوفمبر الماضي عثر على رجل متوفي في جنوب ستوكهولم، وكانت الدلائل تشير إلى أن الجثة بقيت في مكانها لأكثر من عامين. ومن الحالات التي أثارت ضجة في السويد قصة مهاجر ثمانيني لم يلحظ أحد اختفاءه طيلة 3 سنوات و8 أشهر، حتى وجد ميتا في منزله بستوكهولم خريف العام 2019 ولقب بالرجل الأكثر وحدة في السويد. أوستن سالين الذي يقود سيارة الموتى منذ أكثر من نصف قرن علق على هذه الحالات بالقول: هذا هو الجانب المظلم من مجتمعنا، يجب الوصول إلى هؤلاء الناس قبل أن يموتوا في عزلتهم. السائق أضاف أن الكلاب تكون في كثير من الأحيان ميتة بجوار صاحب المنزل، مضيفا إلى أن الحيوانات مخلصة جدا. حزب ديمقراطي السويد SD يطالب بإعادة المهاجرين إلى أوطانهم الأصلية، ويقول إن ذلك أفضل لهم من حياة العزلة والبطالة التي يعيشونها في مناطق العصابات. سياسيان رفيعا المستوى في الحزب كتبا مؤخرا مقالا اعتبرا فيه أن المشاكل المتنامية في السويد ترتبط إلى حد كبير بسياسة الهجرة. الكاتبان قالا أن العودة الطوعية للمهاجرين يجب أن تظل واحدة من الخيارات في البلاد، وقال إن العودة تعني تحقيق الحلم لكثيرين ومستقبلا أفضل لبلادنا على حد تعبيرهما. وشن الكاتبان هجوما على حزب الوسط الذي انتقد موقف SD من المهاجرين، وتوعدا بتغيير كبير في سياسة الهجرة حال تشكيل حكومة بقيادة المحافظين بعد الانتخابات المقبلة. السويد تطبق اعتبارا من اليوم قواعد جديدة على القادمين من الدنمارك وفنلاند وآيسلاند والنرويج.
الحكومة السويدية أعلنت الأسبوع الماضي فرض شهادة كورونا على القادمين من دول الشمال الأوروبي اعتبارا من اليوم. وتواجدت الشرطة اليوم في مواقع الحدود وأوقفت بعض السيارات للتدقيق في شهادة كورونا. الشهادة المطلوبة لدخول السويد تتضمن شهادة التطعيم أو نتيجة فحص PCR سلبية أو شهادة تظهر تعافي الشخص من كورونا خلال الأشهر الستة الماضية. مسؤول في الشرطة قال إن السلطات ستعيد كل شخص لا يحمل واحدة من هذه الشهادات إلى البلد الذي جاء منه. نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الكومبس.se. إلى اللقاء. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. بابكر أبو كاس، إس إم أبلر، كنافة البدر.